الله. هذا عندنا عندنا في الفيلم. حياك الله. مرة ثانية إن شاء الله. مرة ثانية. عندنا شغل كمان. بالله. يا ربي مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا لك. رئيس إندونيسيا. سلام قوي جدا من أي شهور. طبعا يا صبحية صبحية خليل يا خليل يلا 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 يا بابا اقتلت يلا بسرعة بسرعة يلا 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 صفا حسن عبد الدايم بسرعه صفا عبد الدايم يلا صفا بس دقيقه شوي حط دي هاي وين يوسف يوسف رضوان يوسف رضوان الله يعطيك العافيه يوسف سعد عبد الكريم سعد عبد الكريم بسرعه صور يلا يلا tempat pengungsian.
شو اسمك؟ محمد عطية. محمد عطية. What's your name? I'm from GHCO. Hi. Abdullah. Abdullah. وهذا دل شيء دل على مدى التراحم والمحبة بين المسلمين بشكل عام في أي مكان كانوا وفي أي قرون كانوا. وطبعا هذه الطرود الخيرية التي تقوم بتوزيعها تسد فراغ كبير بين أهلنا في مخيم سور، لأنه إحنا عندنا حاجة ونسأل دائما عن الدعم والمساعدة، وندعو الله سبحانه وتعالى تكون هذه الأعمال في ميزان حسناتكم، وجزاكم الله شكرا وبارك الله فيكم. شكرا شكرا جزيلا. teman-teman di Indonesia, terima kasih atas doa dan dukungannya yang mana amanah dari muslimin dan masyarakat Indonesia telah kita serahkan kepada para pengungsi yang ada di sini. Mereka sangat berterima kasih dengan adanya bantuan dari masyarakat Indonesia. Kita bekerja sama dengan sebuah lembaga filantropi internasional namanya JHCO. Jadi saya sebagai ketua pembina menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran kepada masyarakat Indonesia, khusus kepada para donatur Nusantara Palestina Center. Tentunya kita memberikan doa dan dukungan ini bagian dari akidah dan juga bagian dari misi kemanusiaan. Semoga apa yang kita persembahkan menjadi amal kebaikan, semoga menjadi amal jariah kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا جزيلا. انا متاخرين طويلا. انا اسمي عبد الله، انا ناشط مدرسي مقيم في غزه. ما شاء الله. مقيم في قطاع غزه اكثر من 14 سنه. ما شاء الله. وكل سنه يعني لو انا موجود في غزه بس التواصل قلوبنا موجوده في المكان في الدول الاسلاميه والعربيه. في Thank you.